تفرض الإجراءات المصرفية التزاماً من البنوك بتعويض العميل حال تعرضه لعمليات احتيال نتيجة وجود ثغرات أو خطأ في النظم المعلوماتية الخاصة بها، ويتحمل البنك كامل المسؤولية عن أي عملية نصب مالي تحدث للعميل في حال ثبوت تقصير البنك في الحماية المعلوماتية، وذلك بعد إبلاغه عن أي عمليات سحب من حسابه دون علمه، حيث سيكون البنك هو المسؤول الأول عن تعويض العميل. تحدث عمليات الاحتيال المعلوماتي في الغالب نتيجة عدم اتباع العميل الإجراءات المصرفية السليمة وتجاهل الرسائل المجانية الواردة من البنك أو التهاون في الإبلاغ عن أي عملية تتم فوراً، حيث تتم عمليات السحب من الخارج رغم وجود العميل داخل المملكة.